السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام لهذه الحلقة الجديدة من مانشيتات سودانية واستعراض لأهم ما جاء في صحافة الخرطوم الصادرة صباح اليوم. هذا بجانب الفقرة التحليلية وأيضا فقرة الصحافة العالمية والإقليمية. أهلا بكم. أهلا بكم من جديد، نبدأ معكم هذه الجولة من صحيفة الصيحة، ومنها نقرأ لكم المانشيت الرئيس. وفيه: الطيران توقف رحلات سودانير إلى الولايات لخفضها أسعار التذاكر. وإلى صحيفة السوداني والتي جاء في مانشيتها الرئيس: الحكومة تقترح تشكيل قوة عسكرية مع الجنوب لتأمين الحدود. ومن صحيفة الرأي العام أيضا نقرأ لكم المانشيت الرئيس والذي حمل تصريحا على لسان اتحاد المخابز والذي يقول: لا اتجاه لزيادة أسعار الخبز وتغيير الأوزان. ومن صحيفة الانتباه نقرأ لكم أيضا المانشيت الرئيس والذي جاء فيه: مسلحون بزي نظامي ينهبون 1,339 جنيه من تجار الماشية. ومباشرة إلى الصفحة الأولى من صحيفة أخبار اليوم والتي نقرأ منها المانشيت الثاني والتي جاء فيها: الإمارات ترد عبر رسالة مشتركة مع 10 دول بينها السودان على ادعاءات إيران. وإلى المانشيت الرئيس بصحيفة اليوم التالي والذي جاء فيه: منع طائرات سودانير من الهبوط في مطار أبو ظبي. وإلى صحيفة الجريدة وأيضا في مانشيتها الرئيس: جاء التربية تكشف عن تصنيف السودان ثالث أسوأ دولة في التعليم. وإلى صحيفة الوطن ومن صفحتها الأولى نقرأ لكم أيضا المانشيت الرئيس في صحيفة الوطن والذي حمل تصريحا للحاج آدم والذي يقول: قرارات رفع الدعم ستمضي ولا عبرة بمن يتظاهر. أما في صحيفة التيار وفي صفحتها الأولى جاء: مبارك عباس يقول إهدار 12 مليار جنيه بنهر النيل. وإلى صحيفة المجهر ومنها ننقل لكم المانشيت الرئيس والذي جاء فيه: الصحف الرياضية تزيد سعر النسخة إلى 4.5 جنيه. أما صحيفة آخر لحظة فقد جاء في صفحتها الأولى وأيضا في مانشيتها الرئيس: الوطن يقول معالجة الأجور ليست سهلة وتحتاج إلى صبر. كان هذا آخر مانشيت مشاهدين الكرام في المانشيتات الرئيسية في صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم. والآن دعونا نتصفح وإياكم الصفحات الداخلية في هذه الصحف. نبدأ معكم مشاهدين الكرام هذه الجولة السريعة في أهم الأخبار التي جاءت في هذه الصحف، والتي نبدأها من الصفحة الثالثة مع الأحداث والتي جاءت في صحيفة التيار، ونقرأ لكم عنوان الموضوع التالي: صراع مجلس الطائفة الإنجيلية يدخل ود مدني، والتيار تورد تفاصيل ما حدث. وهذا كان بمتابعة الصحفي حسن محمد عبد الرحمن من مدني. أما من الصفحة الخامسة من صحيفة آخر لحظة ننقل لكم أهم خطوط الحوار والذي أجراها عمار محجوب مع وكيل وزارة المالية الأسبق دكتور حسن أحمد طه، والذي قال: مشكلة الأجور لا تحل بالساهل وتحتاج إلى صبر. وقال أيضا: عائدات الذهب تراجعت بسبب السياسات الخاطئة، ولا بد من اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لخفض الإنفاق الحكومي في العام 2017. وأخيرا قال: المواطن مدرك أن هناك مشكلة اقتصادية لا بد من معالجتها. وحوار آخر أيضا نطالعه في الصفحة الثالثة من صحيفة المجهر، وهذا الحوار أجراه صديق دلاي مع الإعلامي البارز محجوب محمد صالح، وهذه الحلقة الثانية منه، حيث تم نشر الحلقة الأولى من ذات الصفحة في عدد الأمس. وصرح محجوب في مضامين هذا الحوار بالتالي: من أقسى اللحظات في حياتي إعدام عبد الخالق محجوب. وقال أيضا: نعم، عرضوا علي مناصب في الإنقاذ ورفضت. وصرح قائلا أيضا: تركت الماركسية من العام 1950 والفكر لا يروح بل يتطور. الآن ننتقل إلى الصفحة السابعة بصحيفة الجريدة ونطالع أهم ما ورد في الصفحة الفنية، وفيها حوار مع الموسيقار أنس العاقب والذي قال: الساحة الفنية تعاني من الإسفاف. وقال أيضا:
كبار المطربين لا يجددون وقررت إلقاء حجر في البركة الساكنة. وأيضا قال غرب إفريقيا طورت السلم الخماسي ونحن لا نزال في تجربة الأربعينيات، وهذا حاورته للجريدة الصحفية رندا بخاري. الآن إلى الصفحة 12 بصحيفة السودان، ومن الصفحة التي تشرف عليها الصحفية هاجر سليمان ننقل لكم أهم أخبار الجريمة التي جاء في هذه الصفحة. بدأ محاكمة شابة ضبطت بحوزته شهادات مزورة، وتوقيف شقيقين قتلا جارهما بأمبدة، العثور على عريس مشنوقا داخل منزله. وأيضا في صفحة الجريمة بصحيفة السوداني محاكمة شابين ضبطت بحوزتهما 500 حبة مخدرة. نختم معكم هذه الجولة مشاهدين الكرام بالصفحة 9 من صحيفة الصحافة، وننقل لكم منها أهم عناوين الأخبار الرياضية. يتوقع وصول أوكرا اليوم ووكيله يعرقل انتقاله للأزرق، الغموض يكتنف ملف محترفي الأجانب من الهلال، والصيني يدخل ترشيح الإعارة، الاختبارات الطبية تحرم المريخ من خدمات هداف إفريقي، والأحمر يكمل صفقاته التاريخية الثلاث بتسجيله عاشور وكونيلي وفوغو ويتأهب لضم باسكال. وفي ندوة مجموعة نبض الموج الهلالي، مجلس إدارة الهلال يؤكد حرصه على تحقيق حلم الملايين. الآن دعونا ننتقل ونتصفح وإياكم أهم الأعمدة والمقالات التي جاءت في صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم وأيضا في الصحف الإلكترونية لهذا اليوم. نبدأ معكم الجولة بصحيفة سودا نايل الإلكترونية، ونطالع معا مقال كتبه الدكتور النور أحمد والمنشور بتاريخ الثاني أو النور حمد والمنشور بتاريخ الثاني من نوفمبر تحت عنوان في تشريح العقل الرعوي. ونستعرض معكم هنا مقتطفات من الحلقة السابعة لهذا الموضوع، وندلف بكم مباشرة إلى مقدمة مقال الدكتور النور حمد. لا تحتاج ظاهرة غلبة الثقافة الرعوية على بنيتي الوعي في السودان والصومال في تقديري إلى جهد في إقامة الشواهد، فحال البلدين الآن يحكي عن تجسيدهما لهذه الظاهرة بأفضل مما يمكن أن يحكيه أي باحث أو محلل أو حتى مجرد واصف. فظاهرة العجز عن الإمساك بالحداثة وتثبيتها في واقع القطرين تعلن عن نفسها بوضوح، لا مجال للمرء فيه، ويتمثل طرف من تجليات هذه الأزمة في السودان بخاصة في ظاهرة الإنكار وعدم القدرة على رؤية النقائص. وليس هذا بغريب، ففي مثل هذه البيئات التي تسيطر عليها القيم الرعوية يتعذر النظر الموضوعي للأمور، ويصعب فصل ما هو ذاتي عما هو موضوعي، إذ يختلطان اختلاطا يجعل النظر الموضوعي للأمور متعذرة تماما. وبما أن بنية العقل الرعوي مؤسسة بصورة عامة على إنكار النقائص، فإن الإقرار بالخطأ والاعتراف بالنقص أو القصور من حيثهما أمور غير مرغوبة، فهما يمثلان لدى العقل البدوي الرعوي إقرارا بالضعف وإعلانا للهزيمة. ويفسر هذا في تقدير تفشي ظاهرة عدم القدرة على الاعتراف بالخطأ بيننا نحن السودانيين، وضيقنا الشديد بالنقد الذي غالبا ما نعده استهدافا شخصيا ونطلق في التعاطي معه في هذه الزاوية. ومضى النور حمد يقول إن مساجلات المثقفين السودانيين حافلة بالقسوة والمرارة، وإنهم يستخدمون الأسلحة كافة لسحق الخصم الفكري سحقا لا قيام بعده. ومضى إلى أن ظاهرة مقاربة الحوار في زاوية أو من زاويتي النصر أو الهزيمة ليست حصرا على أشخاص بعينهم من مثقفين، ممن لا يتنفك تجري بينهم هذه المشاجرات الفكرية التي تسمى حوارا، وإنما هي ظاهرة عامة تعود جذورها إلى قيم القبلية ومنظومتها الأخلاقية المبنية على إما النصر وإما الموت وإما عار للأبد. ترى هذه البنية العقلية الرعوية في التنازل للآخر والإقرار بصواب رأي الخصم حيث يكون مصيبا، والاعتراف بالخطأ أو بالنقص أو القصور هزيمة لا غير، والهزيمة لدى العقل البدوي الرعوي من حيث هي وبغض النظر عن ملابساتها مخلة بالشرف ولا ينبغي أن تحدث أبدا، فإن هي حدثت فلا شرف بعدها ولا نهوض من كبوتها. وقال أيضا الدكتور النور كل المكابرات التي تذخر بها حياتنا مما نراه لدى المسؤولين الحكوميين وقادة الأحزاب السياسية
وصفوة المثقفين وعامة الناس وغيرها من الخلال السيئة يقف وراءها ما يمكن أن نطلق عليه رهاب فقدان الشرف الذي ليس هو بشرف أصلا بل على العكس من ذلك تماما. فكثير مما تواضعنا عليه بوصفه شرفا هو في حقيقة الأمر وحشية وغرور ولا يعرف الحدود بل أحيانا وضاعة ونذالة ومفارقة للقيم النبيلة لا تنفك وتلتحف بأغطية الشرف والكرامة. ومضى يقول إن الشرف والكرامة هما التزام الأمانة والصدق والموضوعية وقول الحق ولو على نفسك والإمساك بلجام النفس الجامحة الميالة للاستعلاء والزهو والانتباه الشديد لتفلتاتها المنبثقة أصلا من الغرور المنتفخ. كان هذا المقال للدكتور النور حمد. ننتقل بكم الآن إلى أخيرة صحيفة الصحافة ونقرأ للكاتب حيدر المكاشفي من زاويته الراتبة بشفافية والتي كتب فيها تحت عنوان حكاية من الشرق الأقصى وأخرى من أفريقيا القصية. فجأة ودون مقدمات قال لي بالمناسبة هل تعرف حكاية خرشوف مع ستالين؟ كدت للدهشة والاستغراب من غرابة السؤال أن أجيبه على طريقة ذلك المشجع المريخابي المتعصب الذي وجد مجموعة في المقهى الذي يرتاده تتجادل وتكثر من ذكر اسم شوارزكوف قائد عاصفة الصحراء إبان حرب الخليج الثانية. تداخل المريخابي في النقاش وقال للمتجادلين والله يا جوارزكوف بتاعكم ده المريخ لو لاقاه يغلب سبعة. ومضى المكاشفي إلى أنه أذعن للسماع للحكاية وقال فأطعت وسمعت الحكاية التي كنت قد وقفت عليها قبل ذلك ومؤديها الذي يمكن الخلوص إليه في دقيقتين هراني وبراني بالرجل في ساعتين وهو أن خرشوف حين كان ستالين هو صاحب السطوة والسلطة على الحزب والدولة كان من أكبر كساري الثلج لستالين يخافه ويهابه ويعمل له ألف حساب لا يذكره إلا بالخير ولا يجرؤ على مهاجمة أي فعل له بل وكان أول المتصدين لمن يحاول أن يمسه بكلمة سوء. ولكن حين توفي ستالين وتولى خرشوف السلطة سرعان ما قلب لسلفه ظهر المجن وانهال عليه شتما وسبا وتقريعا ولا يفتو أناء الليل وأطراف النهار من ترديد ما يسميه جرائم ستالين على ملة الناس. وعند ترديده لهذه الأسطوانة في إحدى جلسات الدوما وهو البرلمان الروسي بعث له أحد الحاضرين برسالة تقول لماذا لم تقل هذا الكلام أمام ستالين وهو حي؟ قرأ خرشوف الرسالة وابتسم ورد على صاحب الرسالة قائلا يا صاحبي أنا وأنت في الهوى سوا فما دعاك أنت للسكوت عني الآن هو ما دعاني للسكوت عن ستالين لقد كنت خائفا مثلك. ومضى المكاشفي في الخواتيم إلى أنه قال لصاحبه هل تسمح لي بحكاية من إفريقيا القصية بعد أن استمعت لحكايتك من الشرق الأقصى؟ قال نعم. فقلت قيل إن حاكما من بني وطن الإفريقي كان قد ولي أمر بعض قومه في عهد ما وكان متجبرا ومتغطرسا ودائما ما يستعرض على الحكومتين أو المحكومين قوته وسطوته ويتنبر عليهم صائحا أنا الشافخ له أنا لو قمت البحر ده بشربه وغير ذلك من تنبرات. ولكن لأن الدنيا ما دوامة والسلطة ضلضحة انقلبت على الرجل الدنيا وصار أسيرا لدى القوم فما كان من أحد المغبونين منه إلا أن ملأ جردلا بماء البحر ووضعه أمامه وقال له أنت زمان هاوسنا بشرب ماء البحر هس البحر خليه كده أشرب لي أنا الجردل ده. وببعض عزة ونفخة رد الرجل أنت الكلام ده ما قلت لي زمان ليه. الآن ننتقل بكم مشاهدين الكرام إلى أخيرة صحيفة السوداني ومنها نطالع إليكم الزاوية الراتبة للصحفي الطاهر ساتي والتي عنوانها اليوم مشاريع الإحباط. وكتب في مقدمة عمودي هذه الأبيات الشعرية للشاعر أحمد شوقي مررت بالمسجد المحزون أسأله هل في المصلى أو المحراب أو المحراب مروان تغير المسجد المحزون واختلفت على المنابر أحرار وعبدان فلا الآذان آذان في منارته إذ تعالى ولا الآذان آذان. وعلق على هذه الأبيات الشعرية قائلا لوحة شعرية تصلح لأن تكون شعارا للنسخة العاشرة لمهرجان السياحة والثقافة والتسوق بولاية البحر الأحمر. وقال ما قبل النسخة التاسعة أي في عهد الدكتور الطاهر إيلا كان هذا المهرجان يظلم حكومة ومجتمع البحر الأحمر ويهضم جهدها
فالرئيس لم يكن يفتتح المهرجان فقط، بل قبل المهرجان كان يفتتح طرقاً بالمدائن ومدارس بالريف ومراكز صحية وأمدية وشبكة كهرباء ومحطات مياه ومعالم في مدائن البحر الأحمر وأريافها. ثم كان يدشن مشاريع للأسر المنتجة وغيرها من المشاريع التي كانت تصنع أفراحاً في بيوت البسطاء قبل فرح المهرجان العام. ومضى الطاهر يقول إن هذا الفرح الذي يتحدث عنه قد غاب في مهرجان العام الفائت، وكذلك سوف يغيب في مهرجان هذا العام، وعلق قائلا: والغائب في موقف كهذا لا عذر معه أو له. وقال إن النائب الأول لرئيس الجمهورية لن يجد من المشاريع غير الهتاف السياسي، ولن يعود الوفد المرافق له إلا بذكريات حفل استاد بورسودان. وقال إن الوالي علي حامد وحكومته مجتهدون، لكن لم يسيروا على درب طاهر إيلة. وأضاف أيضا: وللأسف عاد الصراع السياسي بغزارة مزعجة ويكاد يغطي على ملامح الولاية ويعيد المواجع القديمة إلى حياة الناس، فالمجلس التشريعي في واد والجهاز التنفيذي في واد آخر، وذلك منذ صراعهما حول الوزير بريمة. وسرد أيضا تفاصيل المشكلة المتعلقة بالوزير، وعلق على هذا الأمر بأن الوالي علي حامد لم يتعظ من تجارب غباء سنوات ما قبل طاهر إيلة، ولم يقف على تجارب صناع الإحباط ومنتدى البرش وجبهة الشرق وثورة المدينة وشهداء ذاك الضحى. وقال إنه لا يلوح في أفق البحر الأحمر غير المزيد من العجز والفشل، بحيث يكون الرقص والطرب هما المناسبة الوحيدة التي تشرفها رئاسة الجمهورية. وقارن ختاما بين أوجه الصرف في عهد إيلة والتي كانت توجه للخدمات، وعلق على غياب الصرف عن المشاريع ختاما بقوله: لا جديد في عهد علي حامد غير مشاريع الإحباط، ومن يستمع للناس يكتشف انهيار روح الأمل التي كانت تسري في كل مناحي الحياة. وإلى أخيرة اليوم التالي لنختم معكم مشاهدين الكرام هذه الجولة بين أعمدة الرأي والمقالات، ومع الكاتب عادل الباز في زاويته الراتبة فيما أرى، والتي كتب فيها تحت عنوان: لا عزاء للصادرات. وابتدر زاويته بقوله: ما أسوأ من السياسات السيئة إلا أن تكون فاقدة للانسجام على سوئها، فالهدف من الإجراءات الاقتصادية الأخيرة هو تعزيز فرص التنافس في الصادرات، إذ أن المشكلة التي نواجهها هي ضعف الصادرات والتي تدر على الاقتصاد العملات الصعبة، ولردم فجوة ميزان المدفوعات الخارجي الذي تجاوز 5 مليارات من الدولارات. وأشار في زاويته إلى بيان غرف النقل الخميس الماضي والذي شكت فيه من القرار الذي اتخذه وزير النقل، والذي قضى بتسيير الشاحنات بمقطورة واحدة ولا يتجاوز طولها 20 مترا، وذلك يعني أن يتضاعف سعر النقل وبالتالي زيادة تكلفة الصادرات السودانية. وإذا أضفت ارتفاع أسعار الجازولين وأجور العمال والرسوم المفروضة أصلا على الصادرات، فتصبح أمام وضع كارثي، إذ تكون النتيجة الإجمالية عدم قدرتنا على منافسة صادرات الدول التي تنافسنا. ومن المؤكد أننا سنخرج من السوق بسبب هذه القرارات العشوائية في وقت تتجه فيه كل الدول لدعم صادراتها وفتح أسواق جديدة لها، فلما مصلحة من ندمر قطاع الصادر في وقت تشتد فيه حاجتنا إليه. ومضى في الخواتيم إلى أنه لفت نظره في إفادات السيد محافظ بنك السودان الأسبوع الماضي قوله: إن الحكومة تملك عملات حرة وستمد بها الصرافات والبنوك، وأضاف أن هناك أموالا قادمة. لنصدق ما قاله السيد المحافظ، ولكن أين هي؟ ولماذا لا يوفرها للبنوك لتغطي احتياجاتها ليتوقف تصاعد الدولار وتجذب تحويلات المغتربين؟ وتساءل أيضا: أين يخزن المحافظ تلك الأموال وماذا يريد أن يفعل بها؟ لقد استلم البنك المركزي من دول الخليج من قبل ما يقارب 6 مليارات من الدولارات في شكل دعائم أو دعم وودائع لم تحافظ على استقرار العملة في السوق الموازي، فما الذي يجعلنا الآن نتفائل بأن ما عجز عنه بنك السودان طيلة الأعوام السابقة سيحدث الآن شنجدة على المخدة؟ الآن مشاهدينا الكرام مباشرة إلى الفقرة التحليلية، والذي يصحبنا فيها اليوم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة الوطن الأستاذ بكري المدني بعد هذا الفاصل.
اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ورحب بضيفي داخل الاستوديو الاستاذ بكري المدني رئيس تحرير صحيفه الوطن. مرحبا بك استاذ بكري. تحيه لك والتحيه للساده المشاهدين، حياك الله. طيب دعنا ندلف مباشره الى مواضيعنا لليوم ونبدا من صحيفه الانتباه ونقرا منها: الحكومه تقترح تشكيل قوات مشتركه مع جوبا لتامين الحدود. كشفت الحكومة عن مقترحها لتشكيل قوة عسكرية مشتركة مع جمهورية جنوب السودان، وذلك لتأمين الحدود بين البلدين. وأعلنت في الوقت ذاته ترحيبها بانسحاب جيش دولة الجنوب 10 أميال جنوبا. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور أحمد بلال عثمان في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية أمس إن تنفيذ ما أعلنته دولة الجنوب بشأن انسحابها يعتبر إنفاذا لاتفاق سابق بين الطرفين وهو مرحب به. ودعا دولة الجنوب لتسريع تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية والسياسية بين البلدين. وعزى بلال مقترح الحكومة بتشكيل قوة عسكرية مشتركة في الحدود مع جوبا لنجاح التجربة التي نفذت مع عدد من دول الجوار، والتي قال إنها أسهمت في إحلال الأمن والاستقرار على الحدود بين السودان وبين تلك الدول. أستاذ بكري، يعني الآن هل ستوافق جوبا على هذا الاقتراح تشكيل قوات مشتركة بين السودان ودولة جنوب السودان على الحدود لتأمين حدود الدولتين؟ أتوقع أن توافق. طبعا جوبا عندها مصلحة في قيام هذه القوات المشتركة، بحسبان أن جوبا تتهم الخرطوم زنا بإيواء حركات متمردة. هذه القوات إما قامت تقطع شك جوبا بيقين الخرطوم، يعني بالضرورة أنه صحيح أنه الاتهام ما صحيح، لكن في ظل الأوضاع السائدة في جنوب السودان، الأوضاع المتردية الأمنية المتردية جدا في جنوب السودان إضافة للحدود المفتوحة، من الوارد تسلل مقاتلين من جنوب السودان إلى السودان، مما يهدد أمن حكومة جنوب السودان. لذا حكومة جنوب السودان مستفيدة من تكوين هذه القوات. أيضا السودان بالضرورة مستفيد كما تعلم، أنه إن كانت جوبا تتهم الخرطوم بإيواء حركات متمردة، فجوبا تعترف حقيقة بإيواءها لحركات سودانية متمردة. حركات دارفور الآن توجد في جنوب السودان، إضافة لأنه الجيش الشعبي قطاع الشمال ما فك ارتباطه أصلا بجيش دولة الجنوب. إذن السودان أيضا مستفيد من هذه القوات. أيضا إضافة إلى قوات المشتركة، من الممكن أن تكافئ عملية التهريب الكبيرة من الشمال إلى الجنوب، يعني الدولتين مستفيدات من هذه القوات. أستاذ بكري، يعني يمكن فكرة وتجربة القوات المشتركة نجحت في عدد من الدول. صحيح. في الحدود مع السودان، منها يمكن تشاد وأفريقيا الوسطى وليبيا. نعم. ونجحت في تأمين الحدود، يعني هل في رأيك ستنجح أيضا هذه التجربة مع دولة الجنوب؟ ستنجح بمقدار، لا أعتقد أنها تنجح بذات المستوى، ذلك لعدة إشكاليات. أول إشكالية هي أن الحدود بين السودان وجنوب السودان كما تعلم هي حدود ممتدة وطويلة حوالي 2000 كيلو، إضافة لأنها مع ذلك حدود غير مرسمة حتى الآن، يعني هذا إضافة إلى الأوضاع داخل دولة جنوب السودان ووجود متمردين سودانيين في جنوب السودان. كل هذه الأوضاع في تقديري هي ستشكل عائق أمام نقل ذات التجربة بذات المستوى من النجاح الذي تحقق بين السودان وتشاد وإفريقيا الوسطى وإلى حد ما ليبيا. طيب، يعني من المعروف أيضا هنالك عدد من المشكلات، يمكن منها إلى الآن يعني الحدود بين السودان ودولة جنوب السودان غير مرسمة بشكل واضح. نعم. المعالم أيضا، يعني من المفترض أن يكون هنالك متطلبات بين الجانبين السوداني وجنوب السوداني لإنجاح هذه الخطة المشتركة في تأمين الحدود، خصوصا أن هنالك حركات مسلحة وكل من الطرف أو كل طرفين سواء السودان أو دولة جنوب السودان توجه الاتهامات للطرف الآخر بإيواء الحركات المسلحة. أول أشارات النجاح في تقديري هو ترسيم الحدود. طبعا أي اتفاق أمني أنت لابد أن تنزله على أرض الواقع، يعني لابد من ترسيم الحدود أولا بين الدولتين. الحاجة الثانية، من المهم جدا أن تكون هناك قيادة موحدة للقوة المشتركة، لابد أن تكون القيادة العسكرية للقوة المشتركة قيادة موحدة، إضافة للتنسيق للعمل الأمني على الأرض يعني بين القوتين، لأنه ده عمل عسكري لابد من التنسيق الكامل بين القوتين أو القوة المشتركة الواحدة حقيقة. يعني الآن في رأيك هل هنالك متطلبات جديدة أو من الممكن أن تضع من قبل الجانبين سواء السودان أو دولة جنوب السودان لإنجاح هذه الخطة؟ والله إذا مضيا إلى ترسيم الحدود، أنا أفتكر أنه ده بيحقق 50% من نجاح هذا المقترح. ترسيم الحدود مسألة مهمة جدا في مسألة القوات المشتركة.
يعني الخطوة الأولى هي الترسيم. في تقديري هي التي تدفع بنجاح أكبر لهذا المقترح، يعني أكثر من غيرها من المقترحات. طبعا مسألة طرد الحركات من الجنوب برضو مسألة مهمة، استقرار الأوضاع في جنوب السودان أيضا من العوامل التي يمكن أن تساهم، لكن يسبق كل ذلك مسألة ترسيم الحدود بين الدولتين. طيب أستاذ بكري، دعنا ننتقل إلى موضوع آخر من صحيفة الصحافة، واحتجاجا على انتخاب دونالد ترامب قتلى وجرحى في عدة ولايات أمريكية. أعلنت الشرطة الأمريكية يوم السبت عن مقتل متظاهر خلال مواجهات مع متظاهرين ضد فوز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في مدينة بورتلاند كبرى مدن ولاية أوريغون شمالية الولايات المتحدة. ولليوم الثالث على التوالي شهدت مدن أمريكية كبرى مثل ميامي ولوس أنجلوس ونيويورك تظاهرات واسعة احتجاجا على فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة. ففي نيويورك تجمع محتجون في حديقة واشنطن سكوير في منهاتن السفلى، وحمل بعضهم بالونات حمراء ضخمة ولافتات رسمت عليها قلوب وكلمات جدارك لن يقف في طريقنا، في إشارة إلى الجدار الذي وعد ترامب ببنائه على الحدود مع المكسيك. وأعلن شرطة نيويورك توقيف 11 شخصا اعتبارا من ليلة الجمعة بحسب صحيفة نيويورك تايمز. طيب، اتساع دائرة الاحتجاجات ضد فوز ترامب في عدد من الولايات الأمريكية، في رأيك إلى أين ستمضي؟ وأشوف في تقديري يعني منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وغزو العراق للكويت وغزو أمريكا للعراق، ثم ثورات الربيع العربي وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى انتخاب ترامب، أنا أفتكر أنه بات من الصعب أن تصدق القراءات السياسية. كل الأحداث الكبيرة في العالم خالفت القراءات السياسية وخالفت اللباءات السياسية بما فيها انتخاب ترامب نفسه. نعم. لذا من الصعب التكهن بمآلات الأحداث في الولايات المتحدة الأمريكية. أنا في تقديري إنها على هذه القاعدة مرشحة للاستقرار مثل ما هي مرشحة للانفجار. لكن بالنسبة لي شخصيا أعتقد أن الأمور ماضية إلى تعقيد أكبر في الولايات المتحدة، مما قد يضطر أوباما لاتخاذ حالة الطوارئ حفظا للأمن القومي الأمريكي. تعلم أنه المجتمع الأمريكي مجتمع شديد التعقيد في تركيبته، يعني تركيبته معقدة جدا، ليست كبقية الدول. أمريكا ليست أمة واحدة كما تعلم. نعم. فأنا أفتكر أنه الأمور ماشية إلى مزيد من التعقيد، مما يضطر الإدارة الأمريكية الحالية إضافة للمؤسسات الأمنية في CIA والFBI قد تتخذ خطوة استباقية تحفظ بها الأمن القومي. يعني يمكن وصلت الأمور إلى حد مطالبة بعد الولايات بالانفصال. نعم، كاليفورنيا طالبت بالانفصال. كاليفورنيا طالبت بالانفصال. الآن الأوضاع مرشحة للتعقيد في تقديري، لكن أتوقع خطوة استباقية للإدارة الأمريكية الحالية تتمثل في إعلان حالة الطوارئ. نعم. أيضا أتوقع أن تكون للمؤسسات الأمنية كلمتها قبل أن تنفجر الأوضاع بصورة أكبر. طيب، أيضا يعني ترامب حاول تغيير خطابه الانتخابي أو غير من خطابه الانتخابي بعد إعلانه رئيس الولايات المتحدة وبعد أن فاز، لكن لا تعتقد أن تغيير خطاب الرئيس ترامب بعد تعيينه لم يكن مقنعا للشعب الأمريكي؟ لم يكن مقنعا بدليل التظاهرات المندلعة الآن. للأسف يعني ترامب أعطى الذهنية الأمريكية صورة سالبة جدا عنه طوال فترة الحملة الانتخابية. من الصعب معالجة هذه الصورة السيئة. نعم. التي عمد هو إضافة إلى الإعلام الآخر عمد إلى تثبيتها في الذهنية الأمريكية. لأن الوضع بالنسبة لترامب وضع معقد جدا، ومن الصعب وهو يحتاج إلى خطوات أكثر عملية من خطاب واحد قاله عند الفوز. يعني يحتاج إلى خطوات أكبر، يحتاج أن يقترب أكثر للذين رشحوا هيلاري، يحتاج إلى أن يخاطب الملونين، يخاطب المسلمين، يخاطب كل الذين. نعم. كان قد شن عليهم حملة وبما في ذلك المكسيكيين والآسيويين عموما. الآن الرجل يواجه بحملة إعلامية وحملة سياسية شرسة جدا. نعم. لا يكفيه خطاب واحد في تقديري. نعم. طيب يعني الآن قتلى وجرحى في الاحتجاجات في العدد من الولايات الأمريكية، ألا ترى أن ذلك يتعارض مع الديمقراطية الأمريكية عموما، وخصوصا الديمقراطية التي أتت بنفس الرئيس ترامب لكرسي الرئاسة بالولايات المتحدة؟ وطبعا الديمقراطية التي أتت بترامب تدى الآخرين حق التظاهر عليه، يعني ده النظام الديمقراطي كده. لكن طبعا ليس من الديمقراطية أن يكون هناك قتلى وأن يكون هناك استهداف للمؤسسات العامة أو الخاصة. لكن كما تعلم أنه من الصعب التحكم في التظاهرات خاصة إن كانت بهذا الحجم. يعني التظاهرات دائما ما تستقل لأهداف أخرى، والمجتمع الأمريكي مثل ما قلت لك مجتمع يعني شديد التعقيد في تركيبته. يعني هذه التظاهرات قد يستقلها أصحاب أجندات مذهبية أو دينية
أو عرقية أو حتى من أي الأطراف إن كانت، يعني من المتوقع أن تشهد أحداث مماثلة. طيب دكتور بكري، سنتواصل معك وفي صحيفة اليوم التالي، ولكن بعد هذا الفاصل القصير فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام، وأهلا بالأستاذ بكري المدري. والآن إلى صحيفة اليوم التالي، ومنها نقرأ: توجيه رئاسي بتشديد الرقابة على التعليم الأجنبي والخاص. طالبت رئاسة الجمهورية وزارة التربية والتعليم بالاستعداد المبكر لمواجهات تحديات تغيير السلم التعليمي وعودة المرحلة المتوسطة، وشددت على ضرورة الاهتمام بامتحانات الشهادة وسد الثغرات. ووجه نائب الرئيس حسب محمد عبد الرحمن خلال اجتماعه بقيادات وزارة التربية أمس بتشديد الرقابة على التعليم الأجنبي والخاص ووضع معايير صارمة تحكم أداءه وممارسته حتى يطلع بدوره ولا يكون حجر عثرة في تحقيق غايات التعليم العام. وشدد أيضا على ضرورة الاهتمام بالامتحانات وضوابطها وإغلاق جميع الثغرات التي قد تحدث أو تحدث خللا في هذه المنظومة. ووجه حسب بإيلاء مزيد من الاهتمام بالإحصاء والبيانات وبالتعليم الفني وجعله في مقدمة أولويات الوزارة حتى يواكب الطفرة التقنية في العالم اليوم، وذلك من خلال وضع خطة استراتيجية واضحة المعالم وإنزالها إلى حيز التنفيذ ابتداء من العام القادم. يعني دعنا نبدأ بتشديد كما يعني جاء في عنوان هذا الخبر، وهو تشديد الرقابة على التعليم الأجنبي والخاص. كيف يتم تشديد هذه الرقابة؟ نعم، هو طبعا أصلا توجد إدارات متخصصة، إدارات خاصة بالتعليم الأجنبي والتعليم العام والتعليم الأهلي، يعني توجد هذه الإدارات أصلا في الوزارة، وزارة التربية والتعليم. لكن في تقديري أنه هي إدارات غير فاعلة بدليل ما يحدث للتعليم في هذه معروفة أصلا، يعني هي طبعا قد تكون معروفة بمقدار لي أنا كإعلام يعني، لكن أقول إن هي غير فاعلة بدليل ما يشهد الآن التعليم العام من تردي واضح جدا. أنا في تقدير ما ينسحب على التعليم الخاص والتعليم الأجنبي ينسحب بالضرورة على التعليم العام وعلى التعليم عموما في السودان. أنا في تقديري أن محاولة النجاح في هذا الملف لن تتأتى إلا بالعودة إلى تفعيل نشاط التربية التوجيه التربوي. كما تعلم زمان أنه كان الموجه التربوي يزور المدارس دون ما سابق إنذار ودون مواعيد، ويحضر الحصص مع التلاميذ ويراقب الأساتذة والمعلمين كفاحا. للأسف الآن زيارة الموجه التربوي أصبحت زيارة علاقات عامة، وأصبحت زيارات ذات طابع مكتبي، يعني لم يعد الموجه التربوي يتواجد في الحصص بين التلاميذ، وأصبحت كما قلت لك زيارات أشبه بزيارات العلاقات العامة. لذا أصاب التعليم تردي إضافة لأسباب أخرى بالضرورة. طيب أستاذ بكري، دعنا ندخل الآن إلى مضمون الموضوع، ويمكن العودة للسلم التعليمي القديم وعودة المرحلة المتوسطة مرة أخرى. وقالت وزارة التربية أنها تحتاج إلى تشييد 1800 مدرسة، ويمكن متطلبات كثيرة جدا تحتاجها الوزارة للعودة للسلم التعليمي القديم. في رأيك هل تتوفر هذه الإمكانيات للوزارة، وهل يمكن أن تتوفر لها إذا خلاص يعني عاد السلم التعليمي القديم؟ وطبعا عودة السلم التعليمي القديم من المطالبات القديمة، هو إحدى توصيات الحوار الوطني. لكن مسألة بناء المدارس أو مدارس بهذا الكم وهذا الحجم وفي هذا التوقيت، يعني لأنه هيطبق العام القادم، أنا أفتكر أنه مسألة هي صعبة. يعني للأسف كما تعلم أنه كل المدارس المتوسطة سابقا تم التصرف في المباني إما بالبيع أو بتحويلها إلى جامعات أو مؤسسات أخرى. لكن بناء مدارس بهذا الكم مسألة مستحيلة. أنا أفتكر أنه الماضي الآن هو الذي يمكن أن يحقق شيئا من النجاح. الآن الناس ماضية إلى بناء فصول في المدارس الأساس القائمة حاليا، تبني فصل ثم تبني سور يفصل ما بين المرحلة حتى الفصل السادس والثلاثة فصول الأخرى. ما في مخطط الوزارة الآن إنشاء مدارس بهذا الكم، لأنه مسألة مستحيلة. بل حتى مسألة بناء الفصول والسور مسألة برضو مكلفة، لكن هي أقل تكلفة من بناء مدارس بهذا الكم وهذا الحجم. طيب ما هو المطلوب لمعالجة أزمة تراجع التعليم الفني؟
والله هي هو المطلوب ما ينطبق على المطلوب لمراجعة كل التعليم العام في السودان، يعني التعليم العام بشقيه الخاص والأجنبي والتعليم العام والفني إضافة إلى بقية كل التخصصات. يعني أسباب تردي التعليم هي أسباب شاملة، لكن للأسف التعليم الفني أصابه القسم الأكبر من التدهور. زمان المدارس الفنية كانت مدارس لها صيت وصوت وصورة، وكان يتم التنافس عليها باحتدام في امتحانات الشهادة السودانية، وكانت تخرج للأسواق. نعم، كانت تخرج لسوق العمل كوادر محترفة في العمل الفني والمهني، وكانت تؤهل للجامعات للكليات. وأعتقد أنه في الفترة الأخيرة يعني المدارس الفنية في عدد كبير جدا من الدول أصبحت تشكل طفرة تعليمية. نعم، لكن للأسف عندنا هي تراجعت، وللأسف أصبح التدريب نشاط تجاري. يعني العديد من المؤسسات تعرض فرص للتدريب وتعلن عن فرص للتدريب وتفتح باب التقديم، ويأتي الطالب ويدفع عدد محدد من الرسوم، ثم بعد أسبوعين يدوه شهادة ويدوه شنطة بتاع السباكة أو كهرباء. نعم، ويكون تخرج مثل ما دخل. يعني للأسف يعني المسألة محتاجة لإعادة صياغة في المدارس الفنية ولحصر التدريب على المدارس الفنية. نعم. طيب أستاذ بكري، دعنا ننتقل إلى الموضوع الأخير في جولتنا اليوم التحليلية، ويمكن هو من صحيفة السوداني، وهو رد فعل طبعا للقرارات الاقتصادية الأخيرة، وأيضا بعد تعويم طبعا سعر الجنيه. صحيفة السوداني ترصد حركة ارتفاع أسعار السلع بالأسواق. قفزت أسعار السلع الاستهلاكية في أسواق الخرطوم بشكل غير مسبوق، وفي مقدمتها السكر واللبن المجفف إضافة إلى الدقيق والزيوت. وقال تجار إن الزيادة في أسعار بعض السلع بلغت نسبتها 100%. وقال صاحب متجر يدعى الطيب طلب إن الزيادة طالت جميع السلع، وعزى ذلك لارتفاع أسعار النقد الأجنبي. وكشف طلب لصحيفة السوداني عن ارتفاع سعر السكر زينة 50 كيلوغراما إنتاج شركة كنانة إلى 600 جنيه، بينما بلغت قيمة السكر المستورد 570 جنيها. أستاذ بكري، يعني الآن كيف تتم السيطرة على فوضى أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق، خصوصا أنه يعني أصبحنا نعلم أن هنالك السلع تزداد بنسبة 100%، وهو ما لا يتوافق يعني مع حتى قرارات مع الإجراءات. نعم، نعم، مع الإجراءات التي حدثت. وطبعا للأسف ما يتم الآن هي مزايدات ومقالة أكثر من أنها زيادات، بدليل الفارق الكبير في النسبة ما بين الإجراءات وما بين الوضع في الأسواق الآن. طبعا أنت لو تحدثت عن رقابة للمتاجر والأسواق ده يتعارض بشكل كامل مع سياسة تحرير الاقتصاد في البلد، إضافة لأنه مسألة الرقابة المباشرة على كل الأسواق وكل المتاجر مسألة من ناحية فنية صعبة. أنا أفتكر أنه واحدة من المعالجات تأتي من خلال إنشاء الجمعيات التعاونية، بحيث تكون في يد المواطن، يعني تكون هذه الجمعيات بالقرب من مواقع السكن والعمل، بحيث أنها تشكل سوق موازي لسوق السلع. ممكن المنافسة تضطر السوق للعودة إلى وضعه الطبيعي، لكن من خلال التعاونيات. نعم، الجمعيات التعاونية طبعا، لكن أنا أفتكر أنه مسألة الرقابة زي ما قلت لك مسألة صعبة، وهي تتعارض مع سياسة تحرير الاقتصاد. طيب يعني السبب الرئيسي اللي بخلي أنه السلع تزداد بنسبة مهولة، أنت ذكرت أن هي مزايدات فقط. نعم، لكن كيف يتم التحكم في هذه المزايدات يعني من غير موضوع التعاونيات؟ يعني الآن قبل إنشاء موضوع التعاونيات الآن السلع أصبحت تزيد بنسبة 100%، وأيضا هنالك إشاعات حول الخبز وما إلى ذلك. يعني كيف يتم السيطرة في الوقت الحالي على هذه المزايدات كما ذكرتها؟ والله انا بفتكر انه واحده من اشكال السيطره يمكن تتم عبر جمعيه المستهلك. يعني انا افتكر انه عندنا تجارب في مقاطعه بعض السلع التي قال التجار في بيعها، يعني مقاطعه ممكن ان تعيد بالاسعار الى وضعها الطبيعي، لكن انا ما بفتكر انه سياسه الرقابه ممكن ان تنجح اصلا. يعني طيب يمكن تذكرت ان التعاونيات يمكن ان تشكل خطوه جديدة. الآن اتحاد العمال لجأ إلى التعاونيات وتوزيع السلع بمواقع العمل، هل ستنجح هذه التجربة في تخفيف حدة الزيادات الكبيرة؟ وطبعا السودان عنده إرث كبير جدا في مسألة التعاونيات، واستمدها أصلا من إرثه في التكافل وفي التعاون. يعني الجمعيات للأسف تدهورت بعد سياسة تحرير الاقتصاد وتعدد الخيارات بالنسبة للشاري، لكن الآن أصبح إعادة تفعيل الجمعيات مسألة باتت ضرورة ملحة كبيرة جدا، لأنه صعب زي ما قلت لك المراقبة، ولا بد من منافسة السوق بعمل الجماعي وعمل مشترك، ولا بد أن تكون هذه الجمعيات كما قلت لك قريبة من المؤسسات ومن المساكن. هي واحدة من الخيارات أنا أفتكر الممكن تكون ناجحة جدا في كبح جماح السوق.
أستاذ بكر المدني رئيس تحرير صحيفة الوطن، شكرا جزيلا لك وجودك معنا اليوم في مشهد السودانية. شكرا جزيلا. شكرا. إذن مشاهدينا الكرام، الآن مباشرة إلى فقرة محرر اليوم والتي زار فيها فريق مانشيتات سودانية صحيفة السوداني، والتقى بالصحفي عمرو شعبان والذي كان قد أجرى حوارا مميزا نشر في عدد الأمس مع كبير مفوضي العدوى والمساواة والأسير إبراهيم موسى، والذي قال: سجننا في مباني تسمى الغوانتانامو وهي كرانك من حطب. دعونا نشاهد هذا التقرير سويا. ملف حركة العدل والمساواة قاعد يقفز ويعود للأضواء مجددا في كل مرة بيخفض فيها، كل ما تزامن الحديث عن سلام واستقرار وإسكات صوت البندقية في السودان. مع أجواء الحوار الوطني لما يجي حدث زي حدث إطلاق سراح أسرع حركة العدل والمساواة، وخصوصا الأسماء اللي ارتبطت بعملية أم درمان الزراع الطويل، والأسماء اللي ارتبطت بالدائرة حول دكتور خليل إبراهيم اللي كان ممثل من ذلك الوقت أسطورة في العمل المسلح في دارفور، كان من البديهي انه الناس تسعى انه تتصل لرياضه الحركه دي للاسر تم اطلاق سراحهم، خصوصا الجنرال علي وافي وكبير المفاوضين ابراهيم زريبه والاستاذ عادل طياره. حقيقه كان متاح للسوداني، كان متاح الاستاذ ابراهيم زريبه، والراجل كان متعاون جدا في انه يقوم يطلق يعني يلقي الضوء على الكثير من الاستفهامات والاستفسارات اللازمت مسيره الحركه، خصوصا بعد اسرهم. الاشاعات اللي كانت كثير عن انتهاكات حقوق الانسان بشعه جدا ترتكب في حقهم في الوقت الفيه، دكتور جبريل مثلا بيتكلم عن انه الحركه ملتزمه بكل المواثيق الدوليه والمعاهدات الدوليه في حقوق الانسان. الحاجة اللي كنت أنا حريص إنه أركز عليها طريقة التعامل السودانيين، هل فعلا وصل الشرخ الاجتماعي بمستوى من العمق بإنه الرفيق يمكن رفيقه أو الزميل يمكن زميله أو الصديق يمكن صديقه، فقيادات كانوا بيقودوا ناس وفجأة بيقوا أسراهم، طريقة التعامل كانت كيف؟ دي بتوري إنه الإنسان السوداني بدهور قيمه لأي مستوى أو قدر يحافظ عليها لأي مستوى. وحقيقة إبراهيم كان واضح في أنه كان في مجموعة حاقدة عليهم، حاقدة بمستوى سياسي يعني برؤية سياسية مع المستوى الشخصي، في حين أنه كل أفراد الميدان والعساكر كانوا موجودين داخل حركة العدل والمساواة تعاملوا معهم بشكل محترم، بيعرفوا دورهم بيعرفوا مكانهم. الحركة بتاعتهم واستقرارهم ووضعهم، لأنه كنا بنسمع كثير أن الحركة موجودة في ليبيا، الحركة موجودة في تشاد، الحركة موجودة في جنوب السودان، كان واضح ورؤية واضحة في أنه منذ لحظة إلقاء القبض عليهم بقى من الصعب استقرارهم في دارفور. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، والآن إلى أهم ما جاء في الصحف الإقليمية والعالمية، ونبدأ هذه الجولة معكم من صحيفة The Washington Post الأمريكية. مصرع 4 أمريكيين في تفجير انتحاري داخل قاعدة عسكرية بأفغانستان. فجر انتحاري نفسه قاتلا 4 جنود أمريكيين مصيبا 17 شخصا آخرين صباح يوم السبت داخل قاعدة باغرام الجوية في شمال أفغانستان في هجوم غير مسبوق. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية أن 2 من جنودهم و2 من المتقاعدين المدنيين الأمريكيين قتلوا في هذا الهجوم الذي تم على أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في البلد، وأعلنت أن 16 من الجرحى 17 كانوا أمريكيين، ومات جندي بولندي في التفجير. وأعلن تنظيم طالبان مسؤوليته عن الانفجار ووصفه بأنه تفجير انتحاري كان يخطط له منذ 4 أشهر حسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد بريس الإخبارية. وقال وحيد صديقي وهو المتحدث باسم حاكم إقليم باروان لوكالة رويترز إن الانتحاري كان يقف في طابور مع عمال أفغان عندما فجر حزاما ناسفا. ويعرف أن الهجمات الصاروخية على قواعد كبيرة في العراق وأفغانستان هو أمر غير غريب، لكن تسلل انتحاري داخل قاعدة يكاد أن لا يسمع به. الآن إلى صحيفة The Guardian البريطانية والتي جاء فيها عشرات الآلاف يتظاهرون في سيول مطالبين باستقالة الرئيسة.
انضم يوم السبت عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال إلى واحد من أكبر الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدتها سيول عاصمة كوريا الجنوبية منذ عقود، وذلك للمطالبة باستقالة الرئيسة بارك جوين هاي حول فضيحة فساد تزداد حجما. وقال المنظمون إنهم يتوقعون أن يصل الحضور النهائي للتظاهرات إلى 1,000,000 شخص، وهي التظاهرة الثالثة في سلسلة من الاحتجاجات الجماهيرية الأسبوعية التي جعلت الرئيسة تحارب من أجل بقائها السياسي. وتركز هذه الفضيحة التي تجتاح بارك على صديقتها تشوي سون سيل، والتي تم اعتقالها بتهم الاحتيال وإساءة استخدام السلطة. وتحقق النيابة العامة في مزاعم أن تشوي التي تبلغ 60 عاما استخدمت علاقتها الشخصية بالرئيسة لتتلقى التبرعات من الشركات الكبيرة مثل سامسونج لمنظمات غير هادفة للربح أسستها واستعملتها لتحقيق مكاسب شخصية. واتهمت تشوي أيضا بالتدخل في شؤون الحكومة، وعلى الرغم من أنها ليست لديها أي منصب رسمي. الآن إلى The East African الكينية. رواندا تسعى لاستجواب ضباط فرنسيين بتهمة التورط في الإبادة الجماعية. وفي تفاصيل هذا الخبر، أعلنت رواندا أنها ستسأل السلطات الفرنسية عن السماح لمحققين من كيغالي باستجواب ضباط وسياسيين فرنسيين كبار حول الإبادة الجماعية التي وقعت في البلد الشرق إفريقية، وذلك في العام 1994. وأكدت وزيرة الشؤون الخارجية في رواندا لويز موشيكيوابو أن كيغالي لم تعد مهتمة بإصلاح العلاقات مع حليفتها الأوروبية السابقة، ولم تتسامح مع ما وصفته بمضايقة قضائية من فرنسا. ويتوقع أن تزيد الخطوة من رواندا تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين اللذين يختلفان حول ما حدث بشأن الإبادة الجماعية قبل 22 عاما. وقد أثير التوتر عن طريق إعلان السلطات الفرنسية أنها تعتزم إعادة النظر في حادث إسقاط الطائرة التي كان على متنها الرئيس الرواندي السابق جوفينال هابرايمانا، والأمر الذي أدى إلى اندلاع الفضائع. وكررت موشيكيوابو أن تورط فرنسا في الإبادة الجماعية واضح، وأن كيغالي مهتم بملاحقة المسؤولين الفرنسيين الذين لديهم دور مزعوم في ذلك. نختم هذه الجولة من صحيفة الحياة اللندنية، والتي جاءت بهذا الخبر الحزين حول وفاة الفنان المصري محمود عبد العزيز. أكد عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في مصر مساء السبت وفاة الممثل محمود عبد العزيز بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عاما، وذلك في أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة. وكان محمود عبد العزيز أصيب بسرطان في الفك، دخل على إثر ذلك في غيبوبة طويلة قبل أن تتدهور حالته الصحية بعدما ضعفت المناعة ونقص وزنه بشكل كبير. ووصل رصيد الفنان محمود عبد العزيز في السينما المصرية إلى 84 فيلما قدم فيها عددا من الأدوار المتنوعة بين الرومانسية والكوميدية والواقعية. وقدم العديد من الأدوار التلفزيونية المهمة، منها شجرة اللبلاب والدوامة والبشاير ومحمود المصري. وكانت أبرز أعماله التلفزيونية التي أثرت بشكل كبير جدا على الدراما المصرية هو مسلسل رأفة الهجان، الذي قدمه في منتصف الثمانينيات وجسد من خلاله شخصية من ملف الاستخبارات المصرية. ندعو له الله سبحانه وتعالى بأن يتغمده بواسع رحمته. إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن منا من لم يعش في فترة الثمانينيات ويواكب فترة التسعينيات لم يتابع مسلسل رأفة الهجان، الذي كان في ذلك الوقت يعتبر أحد المسلسلات الشعبية الشهيرة والتي يتابعها الكل رحمه الله. إذن مشاهدين الكرام، بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من مشتات سودانية. سعدنا بصحبتكم، نتمنى أن تكونوا أنتم أيضا قد سعدتم بصحبتنا. وفي الختام لكم الرسومات الكاركترية. إلى أن نلتقيكم، مع السلامة.